لا زالت المطالبات والدعوات إلى إنهاء الانقسام تتصدر كل الفعاليات والمناسبات الوطنية، حيث أكدت جبهة التحرير العربية خلال الاحتفال بذكرى انطلاقتها 47 أن إنهاء الانقسام والوحدة ضرورة وطنية لمواجهة تهويد الأرض والمقدسات. نحمل حبنا لحركتي فتح وحماس وندعوهم لإنهاء الانقسام، لأنه من مصلحة أبناء شعبنا الفلسطيني ومن مصلحة القضية الأساسية وهي قضية فلسطين أن نتوحد من أجل التحرير، لأن إذا طالبنا بتحرير الأرض وتحرير الإنسان فعلينا أن نتوحد جميعا خلف مشروعنا الوطني. الشارع الفلسطيني على الرغم من رفضه استمرار الانقسام إلا أن مستوى ضغطه على الأطراف لإجبارها على إنهائه ضعيف جدا، لا يرقى إلى المستوى المطلوب الذي يكون فيه أداة قوية تلزم الأطراف على مغادرة هذا المربع الأسود. أنا أعتقد أنه من المفترض أن يكون هناك دورا أكثر فاعلية من قبل الكل الفلسطيني باتجاه الضغط على طرفي الانقسام حتى نغادر هذا المربع الذي أرهق شعبنا والذي عاد بنا سنوات طويلة إلى الوراء. تشكل الوحدة الوطنية لشعبنا صمام أمان لحماية مشروعنا الوطني يستطيع من خلاله التصدي لكل المحاولات الإسرائيلية التي تهدف إلى مصادرة الأرض وخلق واقع جديد قائم على عدم الاعتراف بحقنا على هذه الأرض وتزوير التاريخ. أوجه رسالتنا للشعب الفلسطيني والشعب العربي على وجه العام بأن الفلسطين هي طريق الوحدة والوحدة هي طريق فلسطين. نتمنى من شعبنا العربي الفلسطيني أن يتألف قلوبهم على قلب رجل واحد وعلى قلب المؤمن واحد، وأن يعتصموا بحبل الله جميعا، وأن يعودوا إلى الوحدة الوطنية والوحدة العربية. الحراك الشعبي والمطالبة بإنهاء الانقسام وإعادة الوحدة الوطنية لم يرتقي حتى اللحظة إلى الدرجة المطلوبة للضغط والتأثير على الأطراف، ما ينذر بأن المجتمع بات متعايشا مع هذه الحالة المستعصية. حمد أبو حطب، تلفزيون فلسطين، خان يونس.